السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم في تقويمي ودعمي دروس من 29 إلى 32 للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي في مادة الرياضيات. إذا دعم درسين 29 و 30. Premièrement, je pose et je calcule. 422,3 moins 156,17. Commence par la soustraction des centièmes. 0 moins 7, impossible. 10 moins 7 est égal à 3. Après, on passe au dixième. 3 moins 1 moins 1 est égal à 1. On place la virgule. Après, on passe aux unités. 2 moins 6, impossible. On rajoute 10, 12 moins 10, moins 6 est égal à 6. Après, on passe aux dizaines. 2 moins 5, moins 1, impossible. On rajoute une centaine. 12 moins 6, moins 5, moins 1 est égal à 6. Après, on passe au centième, aux centaines. 4 moins 1, moins 1 est égal à 2. Deuxième opération, 593,5, ça devient 593,50, moins 17,34. Les centièmes, 0 moins 4, impossible, donc 10 moins 4, c'est 6. Passe au dixième, 5 moins 3 moins 1 est égal à 1, place la virgule. Après, on passe aux unités, 3 moins 7, impossible, 13 moins 7 est égal à 6. Après, on passe aux dizaines. 9 moins 1 moins 1 est égal à 7. Et après, 5 moins 0 est égal à 5. ثانيا أحيط الجواب الصحيح في كل سطر دون إنجاز العمليات. إذا 1 ناقص 0.1 هل تساوي 0.01 0.9 0.1 0 أم 1.01؟ 1 ناقص 0.1 تساوي 0.9. 12.05 ناقص 2.04 تساوي 10.09 أم 10.01 أم 22.01 أم 2.05. 12.05 ناقص 2.04 تساوي 10.01. 72.47 ناقص 71.4 تساوي 143.43 أو 72.07 أم 1.07 أم 1.7. إذن تساوي 1.07. ثالثا أرادت حسناء اتباع حمية غذائية وممارسة الرياضة من أجل رشاقة جسمها. قياس كتلتها هو 89.75 كيلوغرام. بعد 3 أشهر من الحمية والتمرس تمكنت من خفض وزنها ب 7.25 كيلوغرام. أحسب قياس كتلة حسناء بعد مدة الحمية وممارسة الرياضة. إذا كانت كتلتها 89.75 ونقصت ب 7.25 كيلوغرام، إذن تساوي أصبحت تزن 82.50 كيلوغراما. رابعا أقارن الكتابات بوضع الرمز المناسب. 12.09 و 12 ناقص 9 على 100. 12.09 أكبر من 12 ناقص 9 على 100. 143.45 و 140 زائد 3 زائد 4 على 10 زائد 5 على 100 هي تساويها 70 زائد 1 زائد 0.8 زائد 0.05. إذن هل هي أكبر من أم أصغر من؟ هي أصغر من 71.95. 40 زائد 4 زائد 0.4 زائد 0.04
تساوي 44.44. 545.79 و545 زائد 4 على 10 زائد 9 على 10. إذا هنا 545.79 أكبر من 545 زائد 4 على 10 زائد 9 على 10. خامسا، علم رشيد أن المسافة على الخريطة والمسافة الحقيقية في الواقع تربطهما علاقة تكبير وتصغير بنسب متفاوتة. إذا كان 1 سنتيمتر على الخريطة يمثل 50 كيلومتر على أرض الواقع، أحسب المسافات الحقيقية بين المدن في الجدول التالي. لدينا المدن، المسافة على الخريطة بالسنتيمتر، المسافة حقيقية بالكيلومتر. ما بين مكناس وفاس هناك 1 سنتيمتر التي تساوي 50 كيلومتر في الحقيقة. الدار البيضاء والرباط لنا 2 سنتيمتر، يعني كتوجد من كيلومتر تجد 100 كيلومتر. الرباط والرشيدية هناك 10 كيلومتر، يعني هناك 10 سنتيمتر، يعني هناك 500 كيلومتر بينهما في الحقيقة. والرباط أكادير هناك 12 سنتيمتر، يعني هناك 600 كيلومتر في الحقيقة. دعم الدرسين 31 و 32. أولا، جونوم لي زيليمون دو سيركل اي دو ديسك. Premier élément, c'est le rayon. Le deuxième, c'est le centre. Le troisième, c'est le cercle. Le quatrième, c'est le disque. Le cinquième, c'est le diamètre. ثانياً، أنشئ دائرة قطرها 4 سنتيمتر. أختار النقطة A من الدائرة. أرسم قرصاً مركزه A وشعاعه 2 سنتيمتر. ألونه بالأزرق هكذا. ثالثا، أحول إلى الوحدة المطلوبة. لدينا 3 ساعات، كم فيها من دقيقة؟ فيها 180 دقيقة. 5 دقائق، كم فيها من ثانية؟ فيها 300 ثانية. يوم واحد، كم فيه من ساعة؟ فيه 24 ساعة. 120 دقيقة، كم فيها من ساعة؟ فيها ساعتان. 180 ثانية، كم فيها من دقيقة؟ فيها 3 دقائق. رابعا، انطلق القطار السريع من مدينة طنجة على الساعة 8:15. أخبر الركاب بأن القطار سيصل إلى الرباط بعد 1:15، وإلى الدار البيضاء بعد 2:15. أحسب الساعات التي سيصل فيها القطار إلى الرباط. إذن انطلق على 8:15، وبعد 1:15 سيصل إلى الرباط. إذن هي 8:15 زائد 1:15 تساوي 9:30. وإلى الدار البيضاء على 8:15 زائد 2:15، يعني 8:15 زائد 2:15 تساوي 10:30. خامسا، أكمل. 90 دقيقة زائد 30 دقيقة كم تساوي من دقيقة؟ تساوي 120 دقيقة. كم فيها من ساعة؟ تساوي فيها ساعتان. 59 دقيقة زائد 60 ثانية كم تساوي من دقيقة؟ تساوي 60 دقيقة. كم فيها من ساعة؟ ساعة واحدة. 14 ساعة زائد 600 دقيقة، يعني 10 ساعات. كم فيها من ساعة؟ فيها 24 ساعة، يعني كم فيها من يوم؟ فيها يوم واحد. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.